يقول الكاتب الأمريكي مارك توين: بإمكان الكذبة أن تطوف نصف العالم قبل أن ترتدي الحقيقة حذاءها. هكذا تنتشر الإشاعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، سواء كانت على صفحات شخصية لأفراد مستقلين أو على صفحات عامة تدعي أنها إعلامية. تحدث الإشاعات عادة في وقت الأزمات، في الوقت الذي يتعذر على المعظم التأكد من صحة المعلومات. بعض هذه الأخبار قد تكون تصريحات دولية تؤدي إلى حروب ودمار. فلا تزال اللحظة التي قدم فيها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول عام 2003 خطاباً مفبركاً أمام مجلس الأمن الدولي ضد العراق، وعرض ما أعدته الولايات المتحدة أدلة على امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. وبعد زهاء 8 أعوام نقلت صحيفة أمريكية عن كولين باول اعترافه لأول مرة بأن خطابه الذي اتهم فيه العراق بامتلاك تلك الأسلحة كان مختلقاً. أما معظم الأخبار المفبركة فيكون هدفها الأساسي خلق الفتنة بين المواطنين، لكن حتى هذه الأخبار البسيطة من الممكن أن تثير الضجة والفوضى في المجتمع إذا ما صيغت بالشكل المطلوب، مع عدس بعض الحقائق داخل الإشاعة ليصبح من الصعب جداً التمييز بين الخبر الأصلي والخبر المفبرك. مسؤولية محاربة هذا النوع من الأخبار تقع علينا أولاً، فنحن من نصنع لها انتشاراً وقبولية لدى الآخرين، ونحن من نسهم بتحويل الكذبة إلى حقيقة. لذا فالحل يبدأ من بين أيدينا. تأكد مما يصلك قبل أن ترسله لأهلك وأصحابك. راجع المصادر الإخبارية الرصينة وابتعد عن أي مصدر غير موثوق قد يجب لك أو لغيرك البلبلة. وكن على يقين بأن الأخبار المزيفة قد تهدم مجتمعات وتشيع فيها الجدل والاضطراب. فهل تريد أن تكون أحد المشاركين في ذلك؟